طيب خلينا نروح لنجمتنا نجمة التنس الأرضي ميار شريف تشارك ببطولة كولينا الدولية للتنس طبعا حضراتكم عارفين ميار هي بنت النادي الأهلي ولاعبة التنس صاحبة الأعلى تصنيف في مصر في التصنيف العالمي هتشارك طبعا في بطولة كولينا الدولية وهتتلعب في تشيلي في الفترة من 13 و 19 نوفمبر اللي احنا فيه ميار بتحتل دلوقتي المركز الخمسين ده مش أحسن مركز ليها جت قبل كده في مركز تقريبا حاجه و30 على ما اتذكر ولكن طبعا نتيجه الاصابه وعدم التوفيق في المباراتين 31 اشكرك 31 كان المركز الافضل ليها وكان الافضل لمصر كلها يعني ما حصلش قبل كده ان في لاعيبه مصريه وصلت المركز ال 31 عالميا. ميار هي حملت لقب البطوله دي السنه اللي فاتت وفازت على بطله اوكرانيا كاترينا في بنتيجه 2-1 في الفاينل نتمنى ان شاء الله تفوز بالبطوله دي مستنين كتير طبعا من بنت مصر ونجمه النادي الاهلي عشان ان شاء الله تخش من التوب مش صعبه ولكن محتاجه مجهود ومحتاجه تركيز ومحتاجه توفيق لانه زي ما شايفين من بطوله اسبانيا لامريكا لفرنسا لتشيلي للبرازيل لكوريا يعني لاعبات التنس او لعيبه التنس شايل شنطته بيلف العالم كله عشان يجمع نقاط ويرتقي بتصنيفه العالمي